ناقش مجلس منطقة حدود الشمالية أهم المشاريع في المنطقة، ومن ضمنها مشاريع المياه والصرف الصحي وكذلك مشروع برج عرعر. يذكر أن تلك المشاريع بلغت تكلفتها أكثر من 500 مليون ريال. المشروعات التنموية الجديدة ناقشها مجلس منطقة الحدود الشمالية الذي عقد اليوم برئاسة صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية ورئيس مجلس المنطقة وبحضور كافة أعضاء المجلس. ومن أهم المشروعات التي تمت مناقشتها مشاريع الصرف الصحي والتي تمت ترسيتها في المنطقة وبلغت 450 مليون ريال، واشتملت على مشاريع في عرعر ورفحة وطريف والعويقيلة، بالإضافة إلى مشروع برج عرعر للمياه الجديد بتكلفة بلغت 75 مليون ريال، ويشتمل على مطاعم وحدائق ومسابح ومشروعات تجميلية سياحية. تفضل صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية بوضع حجر أساس المشروع مياه عرعر اللي هو مشروع برج المياه بمدينة عرعر. المشروع عبارة عن خزان مياه بارتفاع 86 متر يحوي خدمات إدارية من مكاتب وصالة استقبال ومطعم ومطلع على المدينة بانوراما. مشروعات تنموية مختلفة يجري تنفيذها في منطقة الحدود الشمالية، وناقش متابعتها مجلس منطقة الحدود الشمالية، منها استكمال عدد كبير من المشروعات البلدية في السفلتة والأرصفة والإنارة، وإنشاء عدد من الجسور ومشاريع درء السيول والمشاريع التجميلية. كل هذه المشاريع تأتي في منظومة تقديم أفضل الخدمات الشاملة للمواطن الكريم في هذا الجزء الغالي من الوطن. لبرنامج مساء الوطن، خلف القاران، منطقة الحدود الشمالية. حول هذا الموضوع ينضم معنا المهندس عبد المنعم الراشد أمين منطقة الحدود الشمالية. حضرت المهندس، أهلا بك معنا في مساء الوطن. بداية يعني هل لك أن تطلعنا على المشاريع التي تم مناقشتها في هذه الجلسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة الإخبارية، واهلا باخواني واخواتي، اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات. ويسعدني في هذه العجالة أن ألقي بعض الضوء على ما تم في هذا اليوم من خلال مجلس منطقة الحدود الشمالية. لا شك أن انعقاد مجلس المنطقة برئاسة صاحب السمو أمير المنطقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود لا شك أنه يأتي ضمن إطار اهتمام ولاة الأمر يحفظهم الله بما يكفل تخطيط التنمية المتوازنة والتي تصب في اتجاه تحقيق خدمة المواطن في هذه المنطقة، والذي هو محور أساس كل بناء وتنمية. جدول أعمال المجلس هذا اليوم كان مليئا بل مزدحما بمواضيع متعددة ومتنوعة شملت معظم الجهات الخدمية بالمنطقة بشقيها الحكومي والخاص، حيث تضمن الجدول العديد من المواضيع التي رفعت من المجالس المحلية بمدن المنطقة ومن بعض أعضاء المجلس وايضا الادارات الحكوميه العامله بالمنطقه كمتطلبات تنمويه تخدم المواطن. وعلى سبيل المثال للحصر، تمت موافقه المجلس على انشاء عده فروع للوزارات في مدن المنطقه حتى تصل الخدمه للمواطن في موقعه دون عناء. فيما يخص البلديات، تم رفع فئه الموافقه على رفع بلديه فئه محافظه بلديه العويقيله الى الفئه جيم. ايضا المجلس تابع بعض الخدمات تقدم لمواطن هذه المنطقه، ومن ابرز الخدمات التي اعتمدت مؤخرا بدعم من مجلس المنطقه ومن سمو امير المنطقه مركز القلب في مستشفى عرعر المركزي، الذي يعتبر المركز الوحيد في جميع مناطق المملكه الشماليه الذي يجري عمليات القلب المفتوح. وفي صعيد ايضا المشاريع، تم استعراض ومتابعه مشاريع كثيره حظيت بها منطقة الحدود الشمالية والتي تم ترسيتها خلال العام المالي الحالي في القطاع البلدي وقطاع أيضا المياه، بلغت مجتمعة أكثر من مليار و200 مليون ريال. هذه المشاريع لا شك أن الزائر وأن المواطن والزائر يلمس هذه المشاريع على أرض الواقع من خلال ما تم تنفيذه خلال السنوات المالية الماضية وما يجري تنفيذه حاليا. كلها مشاريع تنموية، جميع قطاعات الدولة تعمل على إنشائها والإشراف على تنفيذها
بما يكفل تقديم الخدمة المناسبة للمواطن. أيضا طيب. نعم. بالنسبة لهذه المشاريع اللي تم مناقشتها اليوم حضرت مهندس، هل ستوزع على كل محافظات المنطقة أو الحدود الشمالية؟ لا شك أنها ستتوزع على جميع المحافظات والمراكز. طبعا منطقة الحدود الشمالية فيها عدة محافظات. طبعا مدينة عرعر هي العاصمة الإدارية لمنطقة الحدود الشمالية، ولدينا محافظة رفحة ثم محافظة طريف ومحافظة العويقيلة، ثم لدينا في المنطقة 9 بلديات عاملة بالإضافة إلى أمانة منطقة الحدود الشمالية تشرف عليها أمانة منطقة الحدود الشمالية. نعم. وهذه المشاريع طبعا موزعة على جميع سواء القطاع البلدي أو قطاع المياه، موزعة على جميع مدن محافظات والمدن وقرى المنطقة. الأولوية لأي المشاريع سوف تكون؟ طبعا فيما يخص اتكلم عن المشاريع البلديه، لا شك ان جميع المشاريع لدينا المشاريع البلديه كلها لها اهميه بالغه، ولكن تاتي على راس الاولويات. نعم. المشاريع السفلته والارصفه والاناره ثم ودرء اخطار السيول، هذه هذه دائما تاتي في المقدمه لانها هي تحقق احتياجات المواطن وتدرأ عنه ايضا اي خطأ قد يتعرض له من خلال السيول والامطار. ولكن لدينا مشاريع تنمويه كثيره، لدينا مشاريع جسور مشاه وجسور للسيارات، لدينا حدائق وتجميل ميادين ميادين جديده وتحسين ميادين قائمه وتنفيذ تجميل وتحسين جوانب فيما يخص مدينه عرعر واديي عرعر وبدنة، تنفيذ العديد من المضامير المشاه ومن مراكز الأحياء. أيضا لدينا الآن يجري تنفيذه مركز حضري لمدينة عرعر تجري فيه جميع الأنشطة الحضرية في مدينة عرعر أو في المنطقة فيه مدرج. هل تم تحديد الجدول الزمني لهذه المشاريع؟ نعم، الجدول الزمني لهذه المشاريع. طبعا الجدول الزمني يختلف من مشروع لاخر ويتحكم بمده المشروع قيمه المشروع. نعم. هناك طبعا المشاريع البلديه تتراوح لدينا من سنه الى 3 سنوات، يعني اطول مشروع يتم تنفيذه يبلغ مدته 3 سنوات. نعم. طب ماذا عن برج عرعر؟ نعم، برج عرعر ماذا عنه؟ برج عرعر طبعا وضع حجر الاساس بالامس سمو امير المنطقه، وهو في موقع متميز، شاركت ايضا اماكن المنطقه بتوجيه من سمو امير المنطقه باختيار موقع متميز يلتقي على تقاطع الطريقين الدوليين الذين يلتقيان وسط مدينه عرعر، وايضا يتكامل مع مشاريع اخرى الامانه مجاورة له تعمل على تنفيذها. طيب باختصار بكم طابق سوف يتكون وماذا سوف يشمل أيضا بالنسبة لماذا؟ برج عرعر. برج عرعر طبعا تقوم تنفيذه وتشرف عليه مديرية المياه بالمنطقة وليس تابع للأمانة، ولكن حسب ما عرضه بالأمس مدير الإدارة بأن ارتفاعه أكثر من 80 أو حوالي 86 متر، فيه خدمات إدارية في الأدوار الأولية، وفيه منطقة أيضا سياحية تحتوي على مطعم وموقع مشرف على مدينة عرعر ومطل على مدينة عرعر، والبرج الحقيقة متميز بتصميمه، متميز الحقيقة بشكله وطرازه أيضا المعماري، وفي موقع ايضا متميز يشرف على مدينه عرعر كلها بالكامل. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكل هذه المشاريع ان ترى النور في اسرع وقت ممكن. مهندس عبد المنعم الراشد امين منطقه الحدود الشماليه، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.